وتحركه. أما بالنسبة للصفات الشخصية للمهدي عليه السلام فهي تنقسم إلى نوعين، صفات خلقية وصفات خلقية. أما الخلقية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشبهني خلقا ولا يشبهني خلقا، يعني أخلاقه مثل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صفته وشكله إذا رأيته ما يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، يشبهني خلقا ولا يشبهني خلقا. ويقول في الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، فمعنى أن المهدي عليه السلام أخلاقه أيضا عالية. أما خلقته فإنه قد ورد في الروايات أنه أجلى الجبهة، أجلى الجبين، أشبه أعلى الجبهة، يعني معناها أي أن جبهته واسعة وأنه أصرع مقدمة الشعر وأنها معتلية، جبهته مرفوعة وأنها فيها مقدمة، هذه صفات جبهته. جعد الشعر يعني في شعره جعودة وهي الجعودة العربية، وشعره يسيل على منكبيه يعني صاحب وفرة أو جمة على منكبيه، ومشرف الحاجبين يعني حواجبه قريبة على عينيه، أزج وهو المقوس الذي لم تلتقي حواجبه يعني قريبة من بعض لكنها ما التقت، غائر العينين يعني أعينه إلى الداخل، أعين يعني فيها وسع عينيه، أقنى الأنف يعني احتداب في وسط أنفه، أشم يعني مستوي الأنف يعني ترى أنفه كأنه مستوي، فإذا تأملت رأيت فيه احتدابا قليلا، أفرق الثنايا وهي السنتين التي في الأعلى أو في الأسفل تكون متباعدة، في لسانه رتة، رتة يعني ثقل خفيف لا يظهر إلا المتأمل، في لسانه ثقل وإذا أبطأ عليه الكلام ضرب بيده اليمنى فخذه اليسرى، وإذا أبطأ عليه الكلام ضرب بيده اليمنى فخذه اليسرى، عظيم مشاش الكتفين، مسترسل الكتفين يعني فيها عرض مع استعراض في المشاش، أجنأ، والأجنأ هو احتداب في العنق على الصدر يعني فيه تقوس بسيط وهو دون الحدب، ربعة وهو الإنسان الوسط ليس بالطويل ولا بالقصير، ضرب من الرجال يعني ما هو بالنحيل المستدق ولا بالسمين المهزور، جسمه جسم إسرائيلي يعني غليظ في كفيه في قدميه في رأسه، ولهذا يقول عنه جسمه جسم إسرائيلي غليظ القصرة، غليظ القصرة يعني أي أن أجزاء جسمه متغلظة، صاحب غلظة متغلظة، ضخم البطن مبدح يعني في بطنه كبر لكنها مشدودة، عظيم الفخذين يعني عريض فخوذه، أذيل الفخذين يعني فيها تقوس، فيها تقوس في كتفه، شامة، الشامة هي خلقة علامة من الله عز وجل تأتي في الإنسان، في كتفه شامة وفي فخذه شامة، وورد أيضا أن في خده الأيمن خال، الخال غير الشامة، الخال تلك النقطة السوداء، وأما الشامة هي العلامة اللي تأتي خلقة اللي يسموها بعضهم الوحمة وبعضهم تأتي كبيرة كذلك، أي ما يشير نقطة قلقان وكذا، نعم في خده الأيمن خال. اسمه يواطئ اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يواطئ اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أن اسمه محمد بن عبد الله، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يكنى بأبي عبد الله ويكنى بأبي القاسم، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا مجمل الصفات في المهدي عليه السلام، وهو آدم لونه لون عربي، الآدم وهو الأسمر لونه لون عربي يعني سمرة العرب وليس سمرة الأحباش أو سمرة الهند، لونه لون عربي، في وجهه أثر، والأثر إما هي الشجة التي تسمى بالفقش أو هي تلك التي تأتي بعد الجدر النتوءات التي تأتي في الوجه، في رأسه حزاز، الحزاز هي نوع من الأمراض الجلدية تأتي في الرأس أو في الجلد وكذا تسمى بالحزازة. طيب هذا مجمل الألفاظ التي وردت في الأحاديث حول صفات المهدي عليه السلام، من هنا نكون قد اكتملنا في الصفات